اولا الاشاره بانه منذ كانت من تنظيم الاشتراك للدراسات الاستراتيجيه والرقمنه بالتعاون مع مؤسسه ابداع للشباب والتنميه وكذلك منصه تكنوبارك الدار البيضاء. الهدف هو انه كانت يعني حضور واحد المجموعه من الخبراء يعني مناقشه اولا اولويات اللي جاب برسم قانون الماليه 2024. نتحدث عن الاولويات اربع اللي هي فيها اولا نتحدث عن تاهيل واعمار المنطقه التي ضربها الزلزال. النقطة الثانية كانت تتعلق بكذلك بدعم اجتماعي وتأسيس الدولة الاجتماعية. النقطة الثالثة كانت بخصوص مواصلة مجموعة من أوراش خاصة فيما يتعلق بصندوق محمد السادس، بكذلك بمواصلة واحد المجموعة كما قلت لأوراش فيما يخص يعني السياسة المغرب المائية، إضافة إلى أنه كانت هناك نقطة رابعة وهي تتعلق بالإصلاحات الضريبية وكذلك إصلاح المؤسسات العمومية. كان واحد العرض اللي هو تقدم اللي فيه يعني كانت جوج ديال المداخلات أو يعني اللي هي الأولى كانت تعلقات بالجانب الميزاناتي بجانب التوقعات اللي جات في قانون المالية ديال سنة 2024. نتحدث عن معدل التضخم، عن معدل النمو، عن عجز الميزانية. إضافة إلى هذا يعني أنه حتى ما الحديث حتى على الميزانية اللي هي مرصودة لمجال الاستثمار عموما واللي وصلت 335 مليار درهم. فيما يخص الجانب التقني وهو يعني تم تحليله باستفاضة كبيرة خاصة فيما يتعلق في الشطر الثاني من الإصلاح الضريبي، خاصة اليوم نتحدث عن قانون إطار الإصلاح الضريبي. السنة الفائتة كانت إصلاح ضريبة على الشركات، ولهذه السنة كانت يعني الحديث بشكل كما قلت مفتر وكذلك بشكل تفصيلي حول الضريبة على القيمة المضافة. اليوم نتحدث على واحد أربعة ديال المعدلات ديال الضريبة على القيمة المضافة. نتحدث عن معدل 0%، نتحدث عن 7%، 14%، 20%. في أفق 2026 أي بشكل تدريجي كاين واحد مجموعة ديال الإجراءات اللي غيتم اتخاذها، خصوصا عندما نتعلق كاين تم حذف واحد المجموعة من معدلات الضريبة على القيمة المضافة. نتحدث عن بعض المواد الأساسية، نتحدث عن يعني الأدوات المدرسية، نتحدث كذلك عن الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص أدوية. ولكن كانت هناك يعني بالنسبة لواحد المجموعة ديال المجالات كان أنه غيكون الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، خاصة عندما نتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص النقل بالنسبة للمهنيين، كذلك السكر الخالص، وكذلك يعني أن واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي هي ضريبية اللي غتخلي في أفق 2026 أنه الضريبة على القيمة المضافة سوف تنتقل من أربعة ديال المعدلات إلى ثلاث معدلات. المعدل الأول هو 0%، المعدل الثاني هو 10%، والمعدل الثالث هو 20%. بالنسبة للحديث كذلك عن الإكراهات، تم الحديث على مسألة جد مهمة هو أننا اليوم تنزيل ديال قانون المالية 2024 يأتي في ظرف خاص، ظرف يعني إقليمي أو ظرف يعني ظرف اللي هو سياسي على المستوى العالمي جد متوتر. نتحدث عن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، نتحدث كذلك عن اضطرابات بالشرق الأوسط، وخاصة اليوم نتحدث عن اضطرابات أخرى في البحر الأحمر، وبالتالي يعني أننا اليوم سوف نكون أمام مجموعة من الإكراهات.